امور كتيره جدا جدا. لو كنت الميت باللي انا قلته يبقى انا منتظر رد حضرتك. هو انا ما سمعتش اللي ساعتك قلته، بس انا ببعت لي صوره مسج تمام ان 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 في يعني انتقاد، وان انا بحط كلاكيع، وان انا بحط حاجات، وان القصه مش كده، واحنا عايزين الدنيا ترجع. نعم. في نقطه يا جماعه، والله انا ما بقتش عارف، والناس عايزه حد محترم يدير القصه يرضي الله وبقوانين وبلوايح، ولا عايزه حد يبقى راجل افاق ويبقى راجل مش مظبوط، ويعمل لده حاجه غلط ويعمل لده حاجه غلط ويعمل لده حاجه غلط. تمام. اول حاجه تمام. المعلومات اللي حضرتك قلتها بامانه ربنا غير دقيقه بالمره. اتفضل. المفروض الحوار اللي كان حصل مع المسؤولين في اتحاد الكوره ان يا جماعه في بنود كثيره جدا في اللائحه مخالفه للقانون المصري. نعم. الناس جت وقعدت معانا في الوزاره وطلعت مع هذه المواد واعترفوا بالخطا دوت، وقالوا ان احنا هنخاطب الاتحاد الدولي وهنقوم بتعديل هذه البنود، وبالفعل كلموا الناس القانونيين في الاتحاد الدولي. نعم. بهذا الكلام، ووعدوا ان الكلام ده هيتم مراسلته مع الناس دي بمجرد ما يجي الميل الخاص بالكابتن عامر او بالشخص اللي هيكون مسؤول عن الاتحاد المصري. تمام. كابتن عامر كلمني الساعه 8:30، فسالته سؤال وابتن، جالك الميل من الاتحاد الدولي اللي بيقول ان سعادتك اللي مسؤول عن اتحاد الكوره؟ قال لي لا لسه ما جاليش يا فندم. صحيح. قلت له بمجرد سعادتك ما يجي لك الميل حضرتك هتخاطب الاتحاد الدولي بخصوص البنود المخالفه للوائح، عشان نقدر لما نيجي نعمل الكلام ده نعتمد. تمام. ايه الخطا اللي في هذا الكلام؟ طيب. يا جماعه وفين الكلام؟ بس اسمعني. طيب. يا كابتن مدحت بقى بعد اذنك، عشان الراي العام بيتفرج علينا. اتفضل. تمام. ايه الخطا اللي في هذا الكلام؟ انت مطلوب مني انا كراجل ابقى راجل غير امين على البلد، وان يبقى في حاجه مخالفه للقانون المصري وامضي عليها واعتمدها، والصبح تقول ان الراجل ده راجل مش مظبوط، والراجل ده كان راجل. انا عايز اوضح بقى، انا عايز اوضح مع حضرتك. طب. عايز اوضح مع حضرتك. طب. اولا احنا ما بنتكلم لا سمح الله ما بنتهمش حضرتك بكلاكيع والكلام ده على الاطلاق، احنا بنعرض حاله وبنقول فيها هل احنا معرضين لتجميد النشاط من عدمه. احنا جربنا المره الاولانيه بقرارين 516 و17 وتم سحبهم نتيجه مخالفتهما للوائح الاتحاد الدولي. احنا مش عايزين حضرتك في النقطه دي، مع احترامي لسعادتك، اتفضل، ما هياش برضه دقيقه. اتفضل. احنا طبقا للقرار اللي احنا خدناه قلنا بخصوص الناحيه بتاعه اللجنه المعينه وكل هذا الكلام، ونتيجه ان الاتحاد الدولي بعت لنا مرسب ان احنا نعدل هذا القرار، ده ما كانش وليد القصه دي بالظبط، ده كان وليد تاريخ موجود في خلال السنه ونص سنتين نتيجه اقاله اتحاد الكوره بعد احداث الاهلي والمصري، وتعديل هذه الاقاله بعد كده باستقاله عشان الاتحاد الدولي يتعامل مع الاتحاد المصري. ففي تاريخ لهذا الكلام، لما جينا نصححه بهذا الشكل، واخد بال سعادتك، اتبعت لنا الجواب ده، احنا باعتين جواب للاتحاد الدولي، قالوا طب يا جماعه الموضوع بالنسبه لنا طبيعي جدا واحنا ما بنتدخلش، وبعتنا له خطاب واضح جدا يقول له احنا ما عندناش مجلس اداره، ما عندناش مدير تنفيذي، ما عندناش قائم باعمال مدير تنفيذي، عندنا فراغ اداري في الاتحاد، افيدونا من يدير الاتحاد المصري. ده القرار اللي احنا بناء عليه اتحركنا. وده اللي الناس استوعبته، ده اللي لما جاي للمدير الاقليمي بتاع الاتحاد الدولي في المكتب واتناقشت معاه في كل التفاصيل، الراجل استوعب الكلام ده كله، ولما بعتنا عدلنا القرار بتاعنا، عدلنا هذا القرار عشان ما نخشش في جزئيه تعنت، مش جزئيه حاجه ثانيه، حافظنا على الوضع، بس في نفس الوقت واحنا بنحافظ على الوضع، في حاجات بقى لازم يعاد ترتيبها. طيب، يعني حضرتك بيقول ايه؟ القانون المصري، بص حضرتك، القانون المصري بيقول ايه؟ بيقول حاجتين. بيقول اما حضرتك ان ده في كل الجامعات عموما، اما ان انت بتناقش لائحه، وبعد ما بتناقش هذه اللائحه بيتصدق عليها من الجمعيه العموميه او بتتعدل، ثم تذهب الى الجهه الاداريه لاعتماد بشكل نهائي. تمام. ده القانون بيقول هذا الكلام. تمام. والخط السير ده ما مشيش. تمام. الجزء الاخر يدي الحق للوزير انه يعمل حاجتين، اما ان هو يصدر لائحه، يعني انا حقي ان انا اللي اصدر لائحه، وهنا دي الجزئيه اللي احنا تخوفنا منها، وعشان كده لما كلمنا الناس بتاعت الاتحاد المصري قلنا لهم يا جماعه اذا احنا جالنا الموافقات من الاتحاد الدولي بهذا الكلام، خاطبوهم بكلام واضح، هل نقدر نعمل التعديلات اللي تم دي نعمل عليها جمعيه عموميه غير عاديه نعتمدها، ولا اصبحت الجمعيه العموميه الغير عاديه ما هياش مطلوبه بجواب من الاتحاد الدولي؟ وده برضو الشخص اللي مسؤول اللي بيتكلم في الكلام ده هو اللي قال انا هعمل الكلام ده وهتابعه وهجيب الكلام ده كله. انتوا مش قادرين تنتظروا 48 طيب ساعه عشان يترتب ورقنا. طيب هقول لك يا عمرو بيه، هقول لحضرتك. تمام. هقول لحضرتك يا عمرو بيه، يعني هنقبل الجمله اللي حضرتك قلتها ان انت عدلت قرارك الخاص ب 516 و17، واقع الامر انه لو لم يكن ده هيحصل كانت هتجمد كرة القدم المصرية، لأن الخطاب كان واضح.
احنا يعني دايما بنحط الصوره. مدام حك تفضلت ان في ملايين بيشوفونا فلازم نحط كل كلمه في مكانها بالظبط. الامر الاخر النهارده في بعض النصوص او بعض المواد اللي موجوده في اللائحه اللي موجوده عند حضرتك غير مطابقه للقانون. هو كان السؤال هنا يا عمرو بيه، هل هذه النصوص اللي موجوده هل تؤثر في عمليه تطوير كره القدم او في العمليه الانتخابيه ذاتها او لا تؤثر؟ ده سؤال. لا تؤثر. طب قول لي حضرتك، اديني بنود ان حضرتك سحبت حق الجمعيه العموميه في تعديل او الغاء اي قرار مجلس اداره، وده كلام مرفوض على مستوى العالم. تمام. لوائح الاتحاد الدولي بترفض هذا الكلام، ولو الاتحاد الدولي عرف ان في اللائحه المصريه في بند زي ده هيبقى في مشكله. ممتاز. لان واضح ان في خطا، اما بقى انه خطا في الترجمه او خطا في اللي كتب. هو خطا في الترجمه لان النسخه الانجليزي ما تزعلش مني، ما نقدر احطه. اللي حضرتك بتقولها دي وجهات نظر الناس تقولها لنا واحنا نعمل ان احنا صدقناها. خلينا بقى نتكلم. لا أنا بس هاجي لحضرتك عشان يعني بس. طب ايه غير البند ده؟ ان احنا صدقناها عشان الدنيا المركب تمشي، وعشان المركب تمشي. انما في فرق ما بين ان حضرتك نعمل ان الدنيا يعني نعمل ان احنا مصدقين الكلام ده والمركب تمشي، وما بين ان احنا نمشي كدوله على حاجه غلط. لا لا خلاص، انت حضرتك بند مهم جدا ان عشان مش بند. انا عندي حضرتك عدد كبير جدا، وعلى فكره ايه تاني غير ده مهم؟ لا ده في حاجات ثغرات كتيره جدا. لا هيقول لي بند اخر غير ده. النصاب بتاع الجمعيه العموميه كويس، ما ينفعش. النصاب نفسه غير قانوني، 50+1 لا غير قانوني، في حاجات غير قانونيه في النصاب. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مثلا حضرتك لجنه التحكيم، ما ينفعش ان انت اللي تحط لجنه التحكيم. لجنه التحكيم انت حضرتك المفروض الطبيعي بتقول ايه؟ بتقول ان انا ممكن دول ارشح دول، والجمعيه العموميه هي من تختار. لجنه التظلمات انت برضه عدلت حاجات فيها، واخد بال حضرتك، مخالفه. كل الكلام ده مع احترامي لحضرتك. طب عايز اسال سؤال يا عمرو بيه، اسمعني. طب ممكن تسمعني؟ اتفضل. طبعا يعني طبعًا اذا سمحت لي. طب لا لا كل الكلام ده الناس اللي في الاتحاد اقرته في الحوار معانا. تمام. والناس اللي في الاتحاد خاطبت بيه الاتحاد الدولي، بس مش مخاطبه رسميه، بتليفونيه. نعم. والناس في الاتحاد الدولي استوعبت ان احنا على حق، واستوعبت ان احنا بنعمل الكلام ده. يتبقى المراسلات الكتابيه. واقفه على الجزئيه الاولانيه، ان يجي اساسا مراسله من بره تقول ان الشخص اللي اصبح مسؤول عن الاتحاد المصري هو الشخص الفلاني. نعم. هو بقى يبقى كابتن عامر، يبقى اي حد، يبقى الشخص. بعد ما ده يحصل يبتدي هو يراسل الاتحاد الدولي في النقط اللي احنا بنتكلم فيها. طيب هو ده ملخص القصه. طيب لا اكثر ولا اقل. سؤال يا عم بيه، عشان ايه؟ عشان يا كابتن مدحت. نعم. ما تصدقش كل اللي بيتقال. لا لا على الاطلاق، والله والله على الاطلاق. تصدقه انت راجل طول عمرك في القصه دي، ما تصدقش كل اللي بيتقال. اقسم لك بالله يعني على الاطلاق. اتمنى انك ترفع سماعه التليفون قبل الهوا يا عمري، الوضع فيه كذا كذا، بنستفسر بعد على فكره. انا كلمت حضرتك بس كان تليفونك مقفول. لا والله انا تليفوني عمره ما بيتقفل. انا باقسم بالله، انا باقسم بالله انا كلمتك. لا خلاص انت صادق، انا ما اقدرش اقول لك. بس لقيت ان هو كل الرسائل مليانه على الاخر، بس هو اتسجل عند. طيب انا عملت ده كده فعلا لان كنت حريص ان انا اسمع وجهات النظر. لكن خليني اسال سؤال يا عمرو بيه. اتفضل. النهارده احنا البنود اللي موجوده اللي حضرتك شايف ان هي بنود مؤثره، طبعا اتكلمنا في الجزء الاولاني بتاعت الصياغه من الفكره. مش انا الواحد اللي شايف البنود مؤثره، حتى الناس اللي في اتحاد الكوره شايفه ان عندنا حق في الكلام ده. كويس. الناس تستوعب. انا مش مختلف مع حضرتك في دي خالص خالص. كويس. هل ما نقدرش ان احنا نجري العمليه الانتخابيه ثم تتم عمليه التعديل؟ يعني اذا كان في بعض هنا يا كابتن مدحت السؤال جاي في حتتين. اتفضل. حضرتك هتجريها على انهي لائحه؟ اللائحه القديمه ولا اللائحه الجديده؟ لا اللائحه الجديده، اللائحه الجديده. اذا اللائحه الجديده بس بالراحه، بس اللائحه الجديده معتمده من الاتحاد الدولي. نعم. مظبوط؟ مظبوط. ولسه وفيها مخالفه لاحكام القانون المصري. مين هيعتمدها في مصر؟ هنا نقطة خطيرة. طب أنا إيه اللي يحصل بقى؟ إيه اللي يحصل؟ نعم. اللي يحصل إن الاتحاد الدولي لما يتخاطب بإن عندنا بعض الأمور هتتعدل في اللائحة وتتعدل، ويقول لنا الاتحاد الدولي مش محتاجين تعملوا جمعية عمومية غير عادية، لأن الأمر الطبيعي، الأمر الطبيعي إن أنا بخاطب الاتحاد الدولي أقول له على أي جمعية عمومية عندي في مصر. أوكي. تمام؟ لما تخاطب ويقول لك لا، أنت اللائحة أصبحت معتمدة ونافذة ومش محتاج إنك تعمل ده، في الحالة دي الصبح هنعمل انتخابات. خلاص يعني خلينا اؤكد لحضرتك اهو، انا على الهوا اهو. استناني بس، ما هو ده الهوم ورك بتاع الاتحاد المصري، ما هو ده اللي هم مكلفين ان هم يعملوه. هم بقى بيصدروا للاعلام قصه ثانيه، ده موضوع ثاني. لا 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 على الاطلاق، على الاطلاق والله والله على الاطلاق. خليني اقول لحضرتك انه اللي هيحصل دلوقتي، ما انا يعني انا بتكلم ليه؟ يعني الخوف يا عمرو بيه، احيانا بعض الامور بتعرض بشكل معين، وبعدين احنا بنتصور ان احنا اقوى من الاتحاد الدولي، وبكون نتيجه ان بتحصل بعض الامور
بتهز صورتنا، احنا مش عايزين صورتنا تهتز. انا بجتهد ان انا احاول اصلح ما افسده الاخرين. تمام كويس، مع احترامي لحضرتك. واحنا يعني انا حضرتك الخطابات اللي بترسل للاتحاد الدولي اساسا عليها علامات استفهام. احنا بنجتهد ان احنا نصلح، واحنا بنصلح ما بنكسرش العطايا. انا مستوعب كويس قوي ان انا دي مصلحه الدوله، مستوعب كويس قوي ان انا بتحرك ازاي. بس في نفس الوقت انا مش مطالب في يوم من الايام ان الناس تقف وتقول ان الراجل ده كان موجود في المكان الفلاني والراجل ده غير امين على المكان الفلاني. طب اذا كان في بعض البنود يا عمرو بيه، اذا خلينا في الجزئيه دي، اذا كان في بعض البنود جات لحضرتك اللائحه وشايف ان هذه البنود غير مطابقه للقانون، طب ما تشيلها من اللائحه. ما اقدرش. ليه؟ لانها معتمده في الاتحاد الدولي اللائحه كامله. مفيش مشكله، دي امور داخليه. مفيش حاجه. ما هو بص بقى حضرتك، وبعدين تبعتها بعد وبعدين تتبعد بعد حضرتك. طب ما انا اقول لحضرتك على حاجه، طب ما بما ان هي امور داخليه، طب ما انا اعدلها طبقا لاحكام القانون المصري بما ان هي داخليه. ما تعدلها. ما هو ما ينفعش. لا ينفع جدا. مادام اصل الاتحاد ده، بص يا عمرو بيه، انا حضرتك كلم المهندس، كلم المهندس هاني بوريده بما انه هو شخص موجود في الاتحاد الدولي. نعم. لو قال حضرتك ان انا ليا الحق ان انا اعدلها كلها بالكامل ادام هي حاجات اداريه طبقا للقانون المصري، انا الصبح هعدلها. هتقول للمهندس هاني بوريده على التليفون يا جماعه. بس يكتب، بس هو يكتب ان هو مسؤول عن الكلام ده في الاتحاد الدولي. تمام. ان لو اتعدلت من مصر طبقا للقانون المصري. نعم. دون مراجعه الاتحاد الدولي، واخد بال حضرتك، يبقى انا عندي الصبح انا همضي الكلام. طيب. في جميع الاحوال خد بالك الحوار ده دار بيني وبينه. كويس. كل لما بنتكلم يتقال ايه بالظبط بنفس الطريقه كده. نعم. لازم هنروح للاتحاد الدولي. طيب جميل، انتوا يا جماعه اللي عملتوا كده مش احنا. يعني انتوا اللي عملتوا الكلام ده، احنا جايين نحل. يعني انا قاعد بنصك في ملاعب، وبنصك مع وزاره الداخليه، وبنصك مع كل الناس، ده شيء عظيم. بعمل كل القصص دي كلها، يبقى اكيد انا رايح لحاجه معينه. انما انا مش رايح لحاجه ان انا اعمل حاجه غلط يا جماعه. لا على الاطلاق. دلوقتي حضرتك قلت لي حاجه، قلت لي حاجه مهمه جدا انا ما كنتش اعرفها، ان انت دلوقتي حضرتك بتقول ان الاتحاد المصري بعت خطاب للاتحاد الدولي. ايوه. بيقول له ان احنا عايزين نعدل البنود كذا كذا كذا. انا ما قلتش كده، انا قلت الحوار اللي تم حضرتك الاتفاق عليه. ايوه. ان احنا بعتنا خطاب، او مش احنا يعني، عشان يبقى كلام واضح، اتحاد الكورة، الكابتن انور صالح بعت خطاب للاتحاد الدولي، قال انا مصر على الاستقاله بتاعتي وان انا برشح الكابتن عامر حسين. خلاص، دي يبقى موجود. دي خلاص لازم الاتحاد. لا، ما هو دي المحطه الاولى. بعتوا بكره جواب، هيبعتوا بكره جواب بالتماسك يقول احنا موافقين على فلان الفلاني. هيبعتوا بكره التماسك. هيقول كده. هيبتدي الكابتن عامر ياخد المهام بتاعته ويخاطب الاتحاد الدولي مره اخرى. ويقول ان انا عندي فيه مثلا بقى، يقولها بطريقه بقى لطيفه، بطريقه شيك، يقول ان انا كان عندي خطا في ترجمه، خطا في كتابه، خطا في كذا في بعض البنود، وطالبين التعديل والموافقه عليه. بعتوا لنا هذا الكلام وقالوا ان احنا مش مستدعين نعمل جمعيه عموميه تعدل البنود دي او تعتمد البنود دي، وبعتوا لنا الكلام ده مكتوب فعليا، هننزل اللائحه وهنشتغل انتخابات. وهتعتمدها حضرتك بالوضع ده؟ لو الاتحاد الدولي قال لي مش محتاج تعمل جمعيه عموميه غير عاديه لتعديل البنود. لو قال لك كده فقط لا غير. ما هو اصل غصب عني، لانه حضرتك مش معتمده جهه اداريه، فين الجهه الاداريه اللي اعتمدت؟ طب واذا بعت لحضرتك قال لك ان اللائحه اللي جات لي من الجمعيه العموميه هي المعتمده عندي. سؤال يا كابتن مدحت عكسي. اتفضل. خلينا نرتب الموضوع كده بشكل عكسي عشان بقى دام الراي العام بيتفرج علينا. بالظبط. والناس بتستوعب. نعم. هو احنا ايه مضرورين من ان احنا نعمل جمعيه عموميه غير عاديه نعتمد فيها اللائحه بشكل محترم ونعمل انتخابات؟ الفرق ما بين القصه دي والقصه دي بالظبط 7 ايام. لا مش 7 ايام. مش 7 ايام. لا الميعاد الاول كان 30/8، دلوقتي بقى 10 اكتوبر. لا 7 ايام. يعني لو انت حضرتك الصبح طلعت بند قرار وقلت ان انت هتعمل جمعيه عموميه غير عاديه، بتاخد 7 ايام عشان تاخد الدعوه دي. بعديها بيوم احنا هنعتمدها بناء على اعتماد الجمعيه العموميه غير العاديه، وهنفتح باب الترشيح 45 يوم. مش هنلحق 30/9. يحق للوزير المسؤول انه يعدل التاريخ بتاع 30/9 ده لمثلا 5 ايام او 6 ايام اللي هم الفرق. نعم. وتتعمل الانتخابات والامور مستقره والدنيا. هو مفيش مشكله، بس الاتحاد الدولي هيقبل ده او لا؟ هو ده السؤال. هو ده بقى، هو ده. ما هو بص حضرتك، اللي صدر السؤال. المشكله دي كلها مين بقى؟ اللي صدر القصه دي مين؟ عشان الناس تستوعب. اللي صدر اللي عمل لوائح مخالفه القانون، اما انه كان عارف انها مخالفه، او ان هو سوري مع احترامي كان يجهل بقى ان الامور بهذا. طب وقعد 29 يوم ليه يا عمرو بيه في وزاره الرياضه؟ وانا اللي كنت قاعد على الكرسي. طب يعني حضرتك لو اتاخرت يوم كانت اتحسنت. خد الذنب انا،
يعني وانا اساس الذنب ان انا الحمد لله عايز اشتغل بما يرضي الله. دي برضه مشكله ثانيه بقى. طب يا جماعه هو ده ذنب انا يعني انا شكلنا قدام الاتحاد الدولي اقول ايه بس يعني هو انا اتحمل مسؤوليه ان الناس اللي قبليه ما هو خد بال حضرتك لو الناس اللي قبليه كانت شايفه ان اللي حضرتك بتطلبه صح كانت هي عملتها. طيب ماذا لو الاتحاد الدولي؟ انت ليه حضرتك ليه ما فكرتش بهذا الشكل؟ لا انا بفكر في الاتحاد الدولي بس اقسم بالله ما بفكر الا في الاتحاد الدولي. لا يعني انت ليه ما فكرتش بهذا الشكل؟ لان حضرتك لو الناس دي فكرت بنفس الطريقه كانت اعتمد الدوله خلصته. ده موضوع تاني ما اعرفش بقى في النهايه كله ليه هو ده في قلب الموضوع برضه. انا فاهم يعني انا اقصد في 29 يوم ولو انت كنت جيت بعديها بيوم كانت اعتمدت كانت حسن تمام. طيب ما انا بالك. طيب انا يعني همي كله مساله الاتحاد الدولي. حضرتك انا تعلم. اعتقد ان الموضوع بسيط جدا. نتمنى يكون بسيط يا عم المهندس. لا انا هقول مهندس هاني طبقا للحوار اللي دار بيني وبينه. ما هو هاني برضه في النهايه ما هوش مسؤول عن الكره المصريه ولا هو رئيس ولا هو بلاتر. لا بس احنا واقعيين. احنا لما بنكلم المهندس هاني في الجزئيه دي مش باعتباره مسؤول عن الكره المصريه. نعم. باعتباره انه المفروض هو همزه وصل موجوده ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد المصري وبين انه كان طرف في يوم من الايام في ان الكلام ده هو بيتعمل. بس ممكن ما يسمعولوش. ممكن ما يسمعولوش. ما هو ممكن ما يسمعولوش بناء على اذا كان الراجل افادني تليفونيا بان احنا كلمنا الناس اللي في الشؤون القانونيه والناس اوكي ما فيش مشكله هيعدلوا هذه البنود وكل حاجه. الاختلاف ما بيني وما بينه في حاجه واحده فقط لا غير. هي ان يبقى في جمعيه عموميه غير عاديه او ما تبقاش جمعيه عموميه تبقى انتخابات مباشره. طيب. لو الاتحاد الدولي خاطبنا بده ان احنا نعمل انتخابات فورا يوم 30/9 طبقا للكلام اللي احنا قلناه فورا هنعمل الانتخابات. لو الاتحاد الدولي خاطبنا ان احنا نعمل جمعيه عموميه غير عاديه عشان نعتمد اللائحه من عندنا هنعمل هذا الكلام. اللي الاتحاد الدولي هيقوله احنا نتعرف بس يكون قاطع وواضح وصريح. طيب. عارف ليه بنقول الكلام ده؟ عشان افتكروا كمان اللي انا بقوله ده، احنا هنتحرك ونسهل الماموريه ونروح. لو اي حد راح بقى للقضاء الاداري وطعن على ان اللائحه مش معتمده اداريا هنخش بقى في حزب البرمة. ده انا قلته في البدايه. طب انت قلته وبتطالبني ان انا اعمل الغلط يا كابتن. لا بالعكس خالص. طب امال ايه بس يا جماعه؟ لا انا في بص يا فاروق بيه اصل في فرق كبير جدا. انا اسف جدا يا عمرو بيه. في فرق لا واحد مفيش مشكله. في فرق كبير جدا 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 بين نظرتنا لبعضينا داخل ارض مصر وبين الاتحاد الدولي اللي بينظر للامور بنظره مختلفه عننا. هو لا يعترف بجهه اداريه أنا اللي ولا يعترف. اعتقد هو امين في العرض عليا ان المهندس هاني لما اكلم الناس في اللي انا فاهمه في الشؤون القانونيه بنفس التعبير بنفس الكلام يعني انها استوعبت بعض التعديلات اللي هم في كذا ماده وبالفعل تم التنسيق على هذا الكلام. الناس جت وراجعنا الكلام ده كله وسلمناه لهم والمفروض ان هم بالفعل قالوا هيخاطبوا الاتحاد الدولي من جوه الاتحاد المصري. وهذا طيب. الكلام لو عمل المهندس هاني ابو ريده مداخله هيؤكد لك هذا الكلام بالحرف الواحد. انا الحقيقه لو مكان حضرتك يا عمرو بيه تليفوني حضرتك لو مكاني هتقول لي حضرتك انا هعتمد واخلص واعمل الكلام. لا انا اسف. انا لو مكان حضرتك لا اعتمد لا على هاني ولا على غير هاني. انا ما بيني وما بين الامر ورق ولوايح. هبعت للاتحاد الدولي اقول له حضرتك عارف لو رحت للاتحاد الدولي مباشره للجهه الاعلى هتبقى في مشكلة. ايه هي؟ المشكلة ان اللوائح العربي اللي هي فيها الاخطاء اللي هم بيقولوا عليها اخطاء في الترجمة مختلفة عن الانجليزي فهتحصل مشكلة اكبر بقى. لمين؟ احنا نعدلها بهدوء قبل ما تحصل مشكلة. طيب يعني اذا احنا مش مختلفين خلينا نقول ان الاتحاد الدولي بينظر نظرة واحنا جوه مصر هنا بنعالج الامور بنظرة يعني هو حتى هذه اللحظة الامور يا كابتن مدحت بنظرة. الناس قعدت وقالت احنا هنخلص الموضوع دوت خلال 24 ساعة 48 ساعة. والكلام اخر اتصال تليفوني كان الساعة 5 قبل الفطار. طب ما خلصتش يعني ايه ما خلصتش؟ افترض الشؤون القانونية ما ردتش ويبقى عند الاتحاد الدولي ما فيش قدامه في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي الا ان هو عنده ان المفروض الطبيعي ان الناس اللي بتكلمني دي المفروض انها ناس امينة. ما انا بقول لحضرتك انا ناس مش امينة. لا في النهاية انا بشتغل بورق. انا بشتغل بورق يعني انا حضرتك بتشتغل في ورق في الحتة دي في اي حاجة ان انا وبجزئية ان انا اعتمد حاجة مخالفة للقانون اللي في مصر ما يبقاش بالورق؟ لا ما انا بقول لحضرتك النهارده حضرتك بتشتغل بورق داخل جزئيه مصر، طب جالي وقف من الاتحاد الدولي ورق مصر هينفعني؟ ما انا بعمل التوافق لان انا الحاجات اللي انا بتكلمك فيها اداريا بص يا عجل الحاجات اللي انا بتكلم فيها اداريا لا تعوق اي حاجه بالنسبه للوائح الاتحاد الدولي، انها حاجه داخليه. طب ما تعدلها. ما هو انا لو عدلتها حضرتك وواحد جه من الجمعيه العموميه خد تعديل الوزير وطلع بيه بره هتبقى في مشكله. بره فين؟
الاتحاد الدولي تاني هيجي يقول لك ده تدخل حكومي. يا سعادة الباشا، بعد ما حضرتك تعدلها مع الانتخابات، انا فهمت حضرتك مع الانتخاب، اولا دي حاجات داخلية. ما انا سهل ان انا اعدلها، ده حرصي على ده. عدلها حضرتك، عدلها وبعدين اعمل جمعيتك العموميه بتاعت الانتخابات، وفي العمليه الانتخابيه يقروا التعديلات. ايه القضيه في الايه؟ في الايه؟ في العمليه بعد الانتخابات مباشره تتعمل أيوة. جمعيه عموميه لاعتماد التعديلات اللي حضرتك عملتها وتتبعت. يعني يا كابتن مدحت حضرتك في منطق يقول انك تعمل انتخابات على لائحه وبعدين تعتمد اللائحه اللي انت عملت عليها انتخابات؟ عشان احنا من الاول عاملينها سمك لبن تمر هندي جوه مصر، والاتحاد الدولي لا يعرف لا سمك ولا لبن ولا انا اللي اسال على ده برضو. طب معلش بس في النهايه حضرتك دلوقتي اصبحت رمز الرياضه. هو انا بحل، حضرتك اديني فرصه ان احنا نحل، احنا قاعدين بنحل. مين اللي قال ان احنا ما بنحلش؟ احنا يوميا في اتصالات ما بين الاتحاد الدولي وما بين الاتحاد المصري وما بين وبنحل القصه دي بقالها 48 ساعه. طيب. الناس بس اللي غصب عنها عشان الناحيه الاعلاميه مركزه في الموضوع قوي، عايزه كل لحظه الامور تحسب، ومعين يعني ومش عايزين عشان في جواب، عشان في جواب بايقاف النشاط يا عمرو بيه. عشان في ايقاف النشاط يا كابتن مدحت، الموضوع ده هو اتشال دلوقتي بعد ما احنا خلصنا القرار الاصابي. عشان بس ما حدش يديك معلومه غلط، هذا الموضوع حسب ولا في جواب ولا في الكلام ده، عشان علشان عدلنا القرار بتاعنا. يا بيه ما طلعش جواب، ما طلعش جواب ازاي؟ ده جه جواب بانه بكره الساعه 6 بعد الظهر. حضرتك يعني اللي عندك المستندات ولا انا اللي عندي المستندات؟ انا يعني اللي عندي. يعني مفيش جواب قال انه لو لم تسحب هذه اللجنه. لا، الميل اللي قال يا جماعه انتوا تدخلتوا في كذا، لان المعلومه اللي راحت لهم ان احنا اقلنا لجنه منتخبه. كويس. وهذا كلام مغلوط. كويس. احنا لم نقل لجنه منتخبه ولم تكن هناك لجنه منتخبه. طب اخر حاجه عند الاتحاد الدولي في اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي اخر حاجه إيه؟ عند الاتحاد الدولي جواب موجود موقع من وزير الرياضه ان يا جماعه ما فيش مجلس اداره، لان ما فيش مدير تنفيذي وما فيش قائم باعمال مدير تنفيذي، واحنا عايزين نعرف في الحاله دي المفروض نتعامل معاها ازاي طبقا للوائح الاتحاد الدولي. ردوا المفروض الطبيعي ان هم، احنا بعتنا لهم جواب تاني من الكابتن انور طلع زي ما قلت صح، نعم، اللي هو قدم استقالته باصراره على الاستقاله عشان يستوعبوا هم نفس القصه، وان هو حضرتك بيرشح واحد من ضمن اللجنه اللي هم كانوا حاطينها. وبعدينها برضه خد بالك حاجه، كانت فيه هم يعني الاتحاد المصري كان باعت ان في لجنه بتسير الاعمال افراد، وده برضه ضمن الحاجات اللي هي عليها ملاحظات، بس مش هنخش بقى في تفاصيل عشان مش ايه مش داخلين. الكابتن عامر واحد من ضمن اللجنه دي، فالمفروض ان هو دلوقتي الكابتن انور خاطب الاتحاد الدولي وقال احنا عايزين فلان الفلان. الاتحاد الدولي مجرد ما يقول لنا يا جماعه اوكي على فلان، هنبتدي نتعامل باسرع وقت ممكن، انما احنا قضيتنا الاتحاد الدولي يقر فلان. يعني لا قدر الله لو الشخص المسؤول ده اصبح اوت اي حاجه بره، لا قدر الله في حاجه كلام من ده، الطبيعي انك هتخاطب الاتحاد الدولي زي ما احنا عملنا وتقول يا جماعه الشخص اللي هيجي مكانه يبقى مين؟ احنا حاطين فلان. اوكي، الاتحاد الدولي بيقوم بيعتمدوا ليه؟ عشان ما فيش مجلس اداره. طيب، ده الوضع الطبيعي في القصه دي، وبنتحرك وباسرع وقت. نتمنى يا رب ان شاء الله. عايز اقول ايه حضرتك؟ وممكن اتمنى انك تسال المهندس هاني ابو ريده على الهواء على الكلام اللي انا قلته. انا هو بيكلموه بس تقريبا موبايله مقفول. طب اخيرا يا عمرو بالنسبه للنادي المصري، ماله النادي المصري؟ النهارده كان في لقاء مع كامل بيه ابو علي اعتقد. لا، هو كامل بيه الحقيقه الراجل اتصل بينا وطلب ان هو يلتقي معاه. وزاره الرياضه مفتوحه لكل الانديه ولكل الاشخاص، يعني احنا بنقابل كل الهيئات وكل الكلام ده كله. والحقيقه يعني الراجل حابب عوده النشاط الرياضي، وحابب ان هو يحافظ على اسم مصر، وحابب ان يتحرك، وحابب ان النادي المصري ما يلعبش السنه دي. هو اتكلم في الكلام ده كله، قلت له الكلام ده كله هيبقى بالتنسيق بينك وبين الاتحاد المصري. احنا كوزاره رياضه المفروض ان احنا ما احناش طرف في الجزئيه دي، انت هترتب الكلام ده مع الاتحاد المصري. هو طبعا كانوا خاطبوا هم النادي المصري، كان خاطب الاتحاد المصري وطلب منه ان هو يعتذر عن انه يلعب السنه دي. اللي كان بعت هذا الكلام المدير التنفيذي. وفي حوار مع برضه الكابتن عامر قال لي الجواب ده ما ينفعش، لان لازم الجواب يطلع بقرار مجلس اداره، وما كانش ساعتها في مجلس اداره. المفروض محافظ بورسعيد المفروض ان هو وقع على مجلس اداره النادي المصري امبارح واصبح له مجلس اداره. المفروض ان هم هيجتمعوا ويخاطبوا الاتحاد المصري بخطاب جديد بقرار مجلس اداره عن وجهه نظرهم، ويبتدي الاتحاد المصري يتعامل معاه. تمام، على اساس انه يعتذر هذا الموسم ويعود ده الكلام الموسم اللي بعده. هو الحقيقه اللي الراجل قاله، الراجل كان حريص الحقيقه على انه يعني يحترم كل المشاعر ويقف جنب مصر، وانه الوضع بالنسبه له يعني
استوعبه هو كويس جدا بشكل عام، ده بامانه ربنا ما حدث بالحرف الواحد. انما احنا لن نتدخل في القصه دي، واحنا ما هنشترك في القصه دي مع الاتحاد المصري. اشكرك يا عمرو بيه، وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا. أشكرك.